الواحد صفر يا جوناثان. جوناثان بينية ممتازة، براءة عظيم، البراءة خطرة لمصلحة جدة، البراءة وتسديدة، هي جول هي جول هي جول هي جول. جوناثان يسجل ويأتي بالحل ويأتي بالحل ويتقدم لجدة بالهدف الأول. جوناثان الهولندي يظهر بأول أهدافه مع جدة، وفي ثاني مواجهة لجوناثان تهتز شباك العياري الواضح على الصورة. جدة يبدأ بعد مرور 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني. جوناثان في هذه اللقطة وهذه البينية من جوناثان للبرابة عظيم، سليمة 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 اللقطة، سليمة اللقطة يبدو للبراء في هذه اللقطة الأولى، تسديدة وعبد الرحمن أو عبد الرؤوف تقيل وعلى الطاير هم من جوناثان، وبالتالي 1-0 1-0 لمصلحة جدة بهذه الصورة بهذه الطريقة بهذا الهدف الجميل. جوناثان يتقدم لمصلحة جدة، البرابة عظيم في كل أهداف جدة يتواجد، والتسديدة من جوناثان، وبالتالي 1-0 1-0. نعم يبدو لي سليمة اللقطة اللي شاهدتها في الكرة الماضية، يبدو لي سليمة، وبالتالي فرحة أولى لمصلحة جدة. الترقب لهذا الخطأ الخطير على مرمى فريق هاجر السفري، السفري يا سلام يا سلام يا سلام، أمان 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 يا محمد يا سفري، التسديد والكرة فيها هدف ثاني، فيها هدف ثاني. أوه على كرة، أوه على طلقة، أوه على تسديد، الله على كرة، نعم نفذها محمد السفري، اختار بنعم الكرة بهذه الطريقة وبهذه التسديدة، وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة جدة في 10 دقائق أخيرة من الوقت الأصلي، وحسرة من جانب فابريسيو، وهدف ثاني. شوف الكرة وشوف التسديدة بهذه الصورة وبهذه الطريقة، هم نحو المرمى نحو المرمى مباشرة، بالتالي صعبة صعبة يا عبد الرؤوف تقيل وضع بهذه الطريقة، يتحمل نعم الهدف عبد الرؤوف تقيل في هذه التسديدة الصعبة في زاوية الحارس، ولكن بالقوة بالقوة السفري يسجل الهدف الثاني ويتقدم لجدة 2-0 ويقترب من نقاط هذه المواجهة فريق جدة بعد 3. الجهة اليمنى الخلاف الآن، عرضية، محاولة خطرة 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 خطرة، جول جول لمصلحة هاجر. موديبو مايكا يسجل، المالي يشعل هذه المواجهة، موديبو مايكا يسجل هدف للشيخ الهجراوي في الدقائق الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. شوف الكرة وشوف التمريرة وشوف النقلة الممتازة، وبعد ذلك عرضية، موديبو مايكا سدد كرة، برونو غراسي حاول في اللقطة ولكن صعبة، وصلت لمرمى برونو غراسي، وبالتالي 2-1 2-1. هاجر يريد العودة الآن في الدقائق الأخيرة القادمة من أحداث هذه المواجهة.